يقول أعمل بإحدى الوزارات ولكن لا أذهب إلى الدوام لأن اتفقت أنا ورئيسي في العمل إذا يوجد عمل جئت وإذا لا يوجد عمل لا أحضر، ما حكم المرتب؟ لابد من حضورك، في عمل ولا ما في عمل يحضر وقت الدوام، إلا إذا كان عندك عذر، إذا كان عندك عذر شرعي فلا بأس، أما بدون عذر احضر ولو ما عندك عمل، لأن المطلوب منك تفرغ للعمل مدة الدوام، وربما يطرأ عمل، ربما تطرأ حاجة